أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هناك مجموعة من الشباب الملتزم يديرهم شخص يأتي بالمشايخ الموثوقين بهم وينظم لهم دروسهم وشؤونهم، فهل يسمى هذا الشخص مسؤول أو مدير لهم أو لا يجوز؟ أنا أرى أن هؤلاء الشباب وهذا السائل وفقهم الله وزادهم رغبة في الخير، أنهم يجلسون مع المشايخ في المساجد، يجلسون في المساجد يطلبون من أحد المشايخ يعقد لهم درس، يخصص لهم وقت يدرسهم في المسجد، ويستفيدونهم ومن يحضر في المسجد. نعم.